تعالوا بقى نروح لمشكلة بيعاني منها ناس كتير جدا نتيجة القعدة الغلط، نتيجة السواقة لفترات زمنية طويلة، نتيجة القعدة المش مظبوطة على المكاتب وعلى أجهزة اللابتوب وعلى الموبايلات. فكرة إن في دايما آلام في الرقبة والأكتاف كتير جدا مننا بيعانوا منها ده، ورجالة وستات وكبار وشباب وكل الأعمار الحقيقة. فتعالوا بقى فرصة كويسة جدا نتعرف مع كل حضراتكم على مجموعة من التمارين الرياضية لعلاج آلام الرقبة والأكتاف، طبعا مع كابتن أحمد عوض وهو مدير الجيم بالنادي الأهلي في الجزيرة. تفضل. صباحكم نور، صباحكم فل، صباحكم أهلاوي يا كريم يا نهاوند يا جمهور النادي الأهلي ومشاهدين قناة النادي الأهلي كلكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي عندهم عادات سيئة أو بيستخدموا الموبايل كتير أو المكتب، اللي بيحصلهم مشاكل في رقبتهم نتيجة العادات السيئة. أولا التمارين دي مش هينفع نعملها إلا إذا كنا سلام ما عندناش مشاكل. يعني لو عندي مشكلة في الرقبة، عندي ديسك، عندي انزلاق غضروفي، عندي أي مشاكل، عندي أي آلام في رقبتي كفقرات أو كعضلات، ما ينفعش أتمرن إلا إذا رحت للدكتور والدكتور عمل لي الجلسات العلاج الطبيعي عن طريق بقى الرنين أيا كان بقى دكتور العلاج الطبيعي، قال لي أوكي أنت طبيعي أبتدي أتمرن التمارين دي. طيب هي إيه المشكلة اللي بتحصل؟ نتيجة إن أنا بمسك الموبايل كتير فبعمل رقبتي كده فعضلات رقبتي بتوجعني، بسوق لمدة طويلة عضلات رقبتي بتوجعني، نتيجة ضعفها وبنام على مخدة عالية بيحصل لي مشاكل في رقبتي. طب ازاي احافظ على نفسي او ابعد عن حتة مشكلة ان العضلات دي تفضل موجعاني؟ ان لازم اقويها طول ما هي قوية، كل ما هتستحمل اي مجهود بيحصل او اي مشاكل ممكن تقابلني كفقرات. فانا ازاي اقويها بقى؟ ده مهم بالنسبة لي. اولا بطريقة تقليدية او اللي مفيش ادوات بالنسبة لي، في ان انا افضل راسي ثابتة وازقها بصوابع ايدي، اقاوم راسي للناحية دي كده، انا بقوي عضلات الرقبة اللي هنا. طيب خلصت دي، هثبت اخد نفس التانية، قويت العضلة دي لورا، يبقى كده بقوي العضلات اللي حوالين الرقبة من الجنب من الجنب من ورا. طب قدام عند دقني مش عند رقبتي، عند دقني هنا، وازق لتحت، يبقى كده قويت عضلات رقبتي من هنا. طب ايه العضلات اللي مربوطه برقبتي؟ هي عضلات الترابيس اللي هنا دي، بيسموها الترابيس، هي اسمها باللاتيني ترابيزيوم، دي اللي هي الابر ترابيزيوم، بقويها عن طريق ان انا امسك وزني في ايدي واشد لفوق كده، انا بقوي العضلات اللي حوالين الرقبه اللي ماسكه الرقبه، او ان انا امسك وزن واثبت. طيب ممكن استخدم ادوات لو في البيت، ممكن زي الفوطه، ويفضل استك. لو عندي استك في البيت كويس جدا، احطه حوالين راسي اوكي عشان اعمل مقاومه بيه زي كده واثبت، عشان كده احنا هقوي من الحركه، هزق يمين وارجع تاني، يمين وارجع تاني، اميل برقبتي ناحيه اليمين وارجع تاني، عايز أأمن نفسي هعمل كنترول يمين وارجع تاني. خلصت الجنب ده هعمل جنب ناحية التانية نفس العدد اللي عملته. طيب بص على شكل رقبتي من ورا كده، أنا بقاوم الأستك وارجع تاني. طب خلصت المرحلة دي كده هقوي بقى العضلات اللي ورا، هزق راسي لورا وارجع تاني، زق راسي لورا وارجع تاني، تاني عايز ارص زق راسي لورا وارجع تاني، كده انا بقوي العضلات بتاعت الرقبه اللي في الخلف. طيب اللي قدام ثبت ايدي، هزق اللي قدام وارجع تاني، هزق اللي قدام وارجع تاني. وده مهم جدا للاعيبه الكوره بالذات اللي تستخدم الهيدر كتير، يعني 90% من مجهوده بيبقى على عضلات الرقبه، فلازم يقويها بالكلام ده. لو انا عندي ابن او طفل بيلعب كوره ودايما بيلعب بدماغه، لازم اقوي له عضلات رقبته عشان ما يجروش ديسك في الفقرات. خلاص قوينا عضلات الرقبه من هنا ومن هنا بالاستك وتمام، يا اما بالفوطه في البيت عن طريق المقاومه، ان انا بستخدم فوطه بدل الاستك مفيش مشكله. ابتدي اقوي العضلات اللي حواليها، ان انا ممكن امسك ازازتين ميه واثبت كده، بتقوي الجروب او الجروب ماسلز او العضلات، مجموعه العضلات اللي حوالين الرقبه كلها. ده في حالة واحدة، وده مهم جدا، إني ما يكونش عندي أي إصابة أو أي ألم.
خلصت التمرين وخلاص عملت كل التقويات دي، اهم من كل ده الاسترتشنج الاطاله، لان كل ما انا بتمرن بقطع في الالياف دي فباثر العضله، اثرت العضله لازم ارجع اطولها تاني عن طريق ان انا اثبت ايدي فوق ميل براسي كده، انا بعمل اطاله العضله دي، لما انزل لتحت هزود الاطاله. هنعمل الجنب التاني كده، هميل براسي هنزل ايدي لتحت كده، انا عملت اطاله عضله الرقبه. عضلات الخلفيه بصوابعي بس على راسي من ورا بزق لتحت، الاماميه عشان اعمل لها ستريتشنج بصابعيني دول بس مش عند رقبتي عند دقني، وزق لورا واثبت. مهم جدا الاطالات عشان ما يحصلش تيبس للعضله، فبالتالي هتعمل مشكله في الفقرات لو العضله دي قصرت. هوريكوا حركه الرقبه تاني من ورا تبقى عامله ازاي، عشان مهمه جدا ما اعملش حركه غلط عشان ما ادمرش رقبتي. ما ينفعش الف يمين وشمال مره واحده، وده مهم جدا. ان انا هنا كده ملت على الجنب ده ودوست لتحت، فعضلات رقبتي من هنا. الجنب التاني نفس الكلام، انا ثبتت اهو في النص. ما ينفعش اعمل يمين وشمال كده غلط، مش صح. ما ينفعش الف كده والف كده غلط، لان هنا فقرات في بعض بتلف عكس بعض، فوارد ان يحصل مشكله في الغضاريف اللي بين الفقرات. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وصباحكم جميل كريم. انت النهارده معظم الحركات اللي احنا بنعملها اصلا غلط، يعني حتى القعده لازم زي ما كنا بنقول انا وانت، لازم القعده يبقى الظهر مفرود البطن مشدوده، دي القعده الصح، بس مين بيقعد كده طبعا.